السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم معايا في شي واحد تسوي داري، ومرحبا بكم معايا كذلك فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا على خير وعلى احسن ما يرام. معكم سكينة، رجعت لكم فيديو جديد غنشارك معكم فيها عرضة وجدتها ضيافي وصفات وكذلك التقديم كان على هذا الشكل اللي كتشوفوا. بغيت نفتح شويه الطبله ونبدل اللوينات اللي ملفه كندير، والوصفات غيكونوا عباره على سلطه رويال مع كوكلي معمر، الحيمة محمرة ورافقتها بالنقاس معزل، وتحلية أو دازير بيكون طبيعي. نخليكم على الفيديو. قالوا لي اش عجبك فيه، جاوبت اللي جهلوا فاني، خدوا عيني شوفوا بيه. الكوكلي غادي نحتاجو 5 ديال الدوز ديال التومة، مزيود ديال الحار، شوية ديال زيت العود، معلقه كبيره ديال معجون طماطم الحامض مسير، الزيتون قطعته هكا طريفات صغار، ربيطه مخلطه ما بين القزبر والمعدنوس، الكوكلي اللي غسلته مزيان بالحامض والماء، عندي هنا الفيرميسيل سلقتها بشويه ديال الماء سخون، والكبده سلقتها نص سلقه مع معلقه كبيره ديال الخل. غادي نوجد الشرموله هي الاولى اللي غنطحن فيها القزبر والمعدنوس مع مطيشه شويه الحامض مسير، ثوما زيت العود والمزيوده ديال الحار، اللي ما كيبغيش الحار ما يديروش. غنضيف لهم كذلك نص كاس صغير ديال الماء، والتوابل ديال الشرموله المغربيه اللي هما الكمون مع التحميره، شويه الخرقوم، سكينجبير، البزار، وشويه ديال الملحه. انا في عينيا هاد وهي في عينيا حول، قالوا لي علاش تعشق هاد، قلت لهم منزوم الدول. غادي نخلط دابا العناصر كلها، الفيرميسيل مع الكبده، الزيتون، وكذلك الحامض مسير، وغادي نضيف الشرموله اللي طحنت. واحد الملاحظه، حاولوا ان الشرموله تكون بكميه شويه زايده باش ترمي لينا مزيان الفيرميسيل وكذلك الدجاج من الداخل، ونخلي واحد شويه منها باش نشرمل الدجاج من برا. صافي، هنايا غادي نبقى ناخذ شويه من ديك الشرموله اللي خليت، ونشرمل به الدجاج من برا باش يشرب ليا ديك النسمة ديال الشرمولة، وغناخذ شوية ديال الحشوة ونعمر به الكوكلي باش غنسالي غدا نكتفو بلاستيك اللي يكون خاص بالطهي. إذا ما كانش متوفر تحاولوا تخليو ديك الجهة اللي كنخشيو فيها الفخيضات، نبقى هذا على هذا الشكل حتى نسالي الكمية كلها. بالنسبة للفيرميسيل استعملت نص كيلو اللي كفاني 5 ديال الكوكليات، وبقات لي منه واحد التليفة صغيرة. لموني اللي غاروا مني وقالوا لي واش عجبك فيها، لموني اللي غاروا مني وقالوا لي واش عجبك فيها، جاوبت اللي جهلوا فاني، خدوا عيني شوفوا بيها. لموني اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها، لموني اللي غاروا مني قالوا لي اش عجبك فيها، جاوبت اللي جهلوا فاني، خدوا عيني شوفوا بيها. غادي نوجد دابا واحد الشرموله اللي كندهن بها الدجاج فاش كندخلو الفران، كيبقى بها رطب وكذلك بنين، ما كيجيش ناشف او قاصح. غادي نحتاجو لها يوغورت مسوس، معلقه صغيره ديال التحميره، شويه ديال الثومه بودر، شويه ديال الملحه، شويه ديال الاعشاب المنسمه، معلقه كبيره ديال صوص طوجة، ومعلقه كبيره ديال المايونيز. غنخلط هادشي كلشي وندهن به الدجاج. ناخذ هكا واحد تفوت ونقلي تقيبات باش ديك الشرموله تدخل ليا الداخل. واحد الملاحظه، انا كاع ما كنستعمل الزبده فاش كنجي نحمرو، غير هاد الشرموله هادي كتخليه يجي محمر افتي، تقدروا ما تستعملوهاش، تخليو غير هكا فاش تدخلوا انكم تحمروه دهنوه بالزبده من الفوق. انا وجدت الكوكلي هي قبل باش يشرب ليا مزيان ديك الشرموله، يجي بنين وكذلك يجي مسم، ويبقى ليا الوقت لغد ليه باش ندير حويجات اخرين. الا ما قدرتوش توجدوا لي قبل
وجدوه نهار بنهارو، غير هو خليوه اقل مده 4 ديال الساعات باش يتشرمل مزيان. درتو في بلاستيك اللي هو خاص بالفران، غادي ندخلو دابا باش يطيب. الا ما كانش متوفر ماشي مشكل، نقدروا نغطيوه بالبابي سولفاريتي ومن بعد الالومنيوم باش داك البخار يرجع عليه. فاش يطيب نعري عليه باش يتحمر، ندهنوه بالزبده الا ما استعملتوش لاصوص اللي قلت لكم عليها قبل. وهذا الشكل ديالو فاش كيطيب، كيجي محمر. هذيك الفيرميسيل اللي بقات ليا شحرتها شويه في المقله وقدمتها هكا في ديك الزليفه مع دوك الجنيبات اللي بقاو خاويين، وفرشت له الربيع من تحت. بالنسبه للتقديم او التزيين كيبقى على حسب كل واحد والذوق ديالو. والحيمه غادي نشرملها حتى هي ليله قبل باش تنسم ليا وتجي جديده وتشرب ليا مزيان ديك العطريه. الا ما كانش عندكم الوقت تقدروا ترملوها نهار بنهارو، غير هو خصكم تخليوها اقل مده 4 ديال الساعات باش تشرب مزيان ديك العطريه. غادي ناخذ دابا معلقه صغيره ديال السمن مع شويه ديال الملحه، البزار، الخرقوم، السكينجبير والقزبر الحبوب، شويه ديال الزعفران الحور مع شويه ديال زيت العود، وكاس متوسط هكا ديال الماء. نخلط هاد العناصر كلها مزيان ونشرمل بهم هذاك اللحم. اللحم انا استعملت الملج ديال البقري، تقدروا تعوضوه بالغني سواء الكتف او الرجل، غير خاصهم الطريفات يكونوا شويه كبار. كيف ما كتعرفوا اللحم فاش كيطيب كيتجمع. جاوبت اللي جهله فاني، خدوا عيني شوفوا بيها. هالطفلة اللي غرتو منها حبيتوني باش ننسى. غادي نشحر البصلة في واحد شوية ديال زيت نباتية، ما نديروش بزاف كيف ما كتعرفوا اللحم كيكون شوية من الدم. وغادي نضيف دابا طريفات ديال اللحم، كل ما كانت البصله زايد كل ما اللحم كيجي مغمر. في الاخير كاع غادي نزيد هذيك الربيطه ديال الربيع مع هذيك المريقه اللي بقات ليا مشرموله والماء الكافي اللي غيطيب فيه اللحم. تقدروا تضيفوا عبيده ديال القرفه او شويه ديال العطريه ديال المروزيه، انا ما كنديرهمش، نقبلوا على الكوكوت. ومنين نحسوا باللحم طاب غادي نحطوه في شي لاطه اللي دخل فيها الفران. المريقه اللي غتبقى ليا نهز منها شويه باش نسقي بها اللحم فاش ندخلو الفران، وشي لاخر غادي نخليه على عافيه مهيله حتى يتغمر. تقدروا تضيفوا معلقه ديال العسل بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يجي حلو، انا كنخلي غير هكا. قالوا لي علاش تعشق خان، قلت لهم ملزومه الدواء انا في عينيها. وبالنسبه للنقاط انا استعملت غير تاع العلبه يعني كونسيرف، خديته وشحرته بواحد شويه ديال الزبده. غادا نضيف له القرفه والسكر ونخليه على عافيه مهيله حتى يتعسل مزيان. بالنسبه للبنات اللي غيستعملوا النقاط العادي غادي تنقيوه وتطلقوه نفس الطلقه، ما تخليوش بزاف باش ما يجيش هاري، وغتبعوا نفس الطريقه اللي درت. والمشماش سلقته بواحد شويه ديال الماء، ضفت له جوج معلقات ديال السكر مع شويه ديال الروح ديال الزهر وشويه ديال القرفه، وتقدروا تعوضوا المشماش بالبرقوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحيمه محمره. كيف ما شفتوا المريقه جات مدغمره، النقاط زينته بشويه ديال اللوز، تقدروا تعوضوها بالكركاع، زدت البيض ديال التمال. بالنسبه للزين كيبقى على حسب كل واحد والذوق ديالو وكل واحد شنو عنده متواجد في الدار. وبالنسبه لهاد التحليه هذه اللي صراحه تجي جديده بزاف رائعه، ديجا كنت شاركتها معكم في واحد الفيديو قديم في القناه. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في خانه الوصف باش تعرفوا المقادير اللي استعملت بالضبط. هنايا خديت لا كريم ليكيد، غادي نضيف لها السكر مع الفاني. تقدروا تعوضوا الفاني باي نكهه كتعجبكم، مثلا الحامض او الليمون او الفخيخ. غادي نضربها بالضراب الكهربائي تقريبا شي جوج دقائق، فاش تحسوا بها بدات كتقل غادي نضيف اليوغورت طبيعي. تقدروا تعوضوه بشي يوغورت اللي هو من السم، مثلا الا استعملتوا نسمه ديال الحامض ضيفوا معاه اليوغورت ديال الحامض، وحتى هو غادي نزيد نضربو واحد شويه. شوفوا بيها،
حبيتوني باش ننسى وصافي. في الاخير كاع فاش غادي نسالي غادي ناخذ هكا واحد الكتانه اللي هي تكون نقيه وناخذ شي شبكه اللي غنحط فيها هذيك الكتانه نخوي فيها هذاك الخليط اللي وجد قبل ونعرض له من تحت شي زلافه او هكا شي بانيو صغير. غادي نبيتو هكا اللي كامله حتى تقطر كلهم داك الماء اللي غادي يطلق اليوغورت ولا غادي في الصباح غادي نعاود ندخلو الثلاجه باش يشد راسو ومنها يبرد شويه. في عيني هادم وهي في عيني حور قالوا لي علاش تعشق خادم قلت لهم ملزوم الدور. انا في عيني هادم وهي في عيني حور قالوا لي علاش تعشق خادم. وقدمته على هذا الشكل اللي كتشوفوا. كنت بغيت ندير واحد الطريقه التزيين تاع ما طقات لياش درت له شويه ديال السيرو من الفوق زينته بدوك العويدات ديال الاناناس وزدت معاه دي فروي درت المونغ مع الاناناس الكيوي المشمش الشهديه والرمان والخبز عجنته في الصباح باش يبقى فخي. دابا غادي ندخلو الفران باش يطيب. كنستعمل هذاك اللي كيكون كامل فيه كلشي الخميره مع الطحين مع الزرارع كناخذو من عند الالدي ديجا كنت وريتكم لومبالاج ديالو فشي فيديو اللي قديم وفيه بزاف ديال الانواع. درت واحد شويه ديال الزعلوك باش نرافقو مع الدجاج تقدروا تعوضوه بالكسوكه. خديت ثلاثه ديال الماتيشات كبار وحكيتهم وغادي نشحرهم دابا في داك الماء ديالهم. وخديت هنايا الدنجال اللي شبيته في الفران ومعكته من الاحسن تشويوه على الجمر انا ما كانش عندي الوقت لان المذاق كيجي احسن. وغنضيفو على مطيشه ونشحرو حتى هو واحد شويه. في الاخير كاع غنضيف شويه ديال الربيع مع الثومه والتوابل اللي فيهم الملحه البزار الخرقوم السكينجبير والتحميره والكمون وغنخليه على عافيه مهيله حتى يتحمر مزيان ويتشحر. في الاخير كاع غنضيف ثلاثه ديال المعالق كبار ديال زيت العود ونخليه تقريبا واحد جوج دقائق. عجبك فيه جاوبت اللي جهلو فاني خودو عيني شوفو بيها هالطفل اللي غرتو منها حبيتوني باش ننسى ما نقدرش نبعد عنها هو انا كي الحوتة في باب هالطفلة اللي غرتو منها حبيتوني باش ننسى ما نقدرش نبعد عنها وانا كي الحوتة في ما عاشق مغروم انا في بدنها حياتي كلي وهبتولي في عيني هادم وهي في عيني حور قالوا لي علاش تعشق خادم قلت لهم ملزوم الدوار انا في عيني هادم. ولا فينيغريت ديال لافالات. غادي ناخذ المايونيز على حساب الكميه اللي عندنا. انا درت واحد شويه زايد لانه غنستعملها مع جوج ديال لي سالاد. غنزيد لها واحد يوغورت مسوس مع شويه الملح شويه ديال البزار شويه ديال الحامض وشويه ديال الخل. غادي نخلط دابا مزيان العناصر حتى يندمجوا. وبالنسبه لي سالاد هادو اقتراحات ديالي تقدروا تستعملوا اي سلطات ملتي كديروا. هنايا خديت شويه ديال الروز لقته ضفت له شويه المايز مع شويه ديال الثوم وشويه ديال خبز مسلوق. غادا نضيف دابا لا فينيغريت ونخلط كلشي مزيان.
ولا سلاد تانية درت فيها شوية ديال الروز مسلوق مع لافوكا وشوية ديال السوريمي. تقدروا تعودوا السوريمي بالكروفيت وغنضيف له حتى هي شوية ديال الفينيغريت ونخلطها مزيان. ولا سلاد التالتة اللي كانت بيبلي حتى هو سلقته وضفت له شوية ديال الفيتا مع الزيت والكحل والفلفلة. ولا فينيغريت كانت فيها الملح البزار الخل وشوية ديال زيت العود. غادي نخلطو حتى هو مزيان. والتقديم غادي نقدمها في هذا البلاطو ديال الحوطه اللي فرشت فوقه شويه ديال الربيع. الايطاجيه حطيتها الوسط وزدت فوقها هذاك لو ساكل غير باش نقاد فوسطو لا سلاد وتجي على شكل اون تارت. غادي نحط وسطو هذيك الاولى ونحاول نقادها بشويه وغادي نزينها من الفوق بشويه ديال الربيع مع السوريمي الفرماج وطريفات ديال البيض اللي دهنتهم بواحد شويه ديال الكافيار. زدت هذه اللي فيها زبله مطيشه مشويين مع الكمون وزيت العود وهذه على ودله فريشور اللي فيها مطيشه والخيار مع الحامض شويه ديال زيت العود والملحه. هذه اللي درت فيها السوريمي مع الافوكا وهذيك البسطانيه ديال الابلي. زدت واحد شويه ديال البربة بالحكوك مع خيسو وضفت لهم لا فينيغريت الاولى اللي فيها المايونيز. المهم انا عطيتكم غير اقتراحات تقدروا تستعملوا لي سلاد اللي مولفين ديما كديروا تاخذوا فكره على وتشكل التقديم. وبالنسبه للتصوير الحاجه الوحيده اللي قدرت نصورها في الطبله هي لا سلاد لان الضياف كانوا باقي ما جلسوش في الطبله. حشمت نصور شي لاخر هما جالسين. الاغلبيه صورته في الكوزينه واخا شويه كانت مرونه ولكن راه عادي كتعرفوا ملي كيكونوا الضياف ويد وحده راه ماشي سهله. حاولت نصور كل شيء بالتدقيق واخا كاين شي حويجات اللي ما صورتهمش ولكن راني قلتهم شفويا وكنظن ان الفكره وصلت. الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليوا ليا لايك وان شاء الله تعجبكم وكذلك يعجبكم الوصفات وتجربوهم. ما تنساوش تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم باش حتى هما يستافدوا. ولا عندكم شي سؤال او شي استفسار خليوا لي في الكومنتير ان شاء الله باذن الله نجاوبكم. مرحبا بالبنات اللي دخلوا القناه وكنشكر بزاف البنات القدام اللي ديما كيشجعوني وكيفرحوني بالتعاليق ديالكم. خليتكم على خير ان شاء الله باذن الله قريب نتلاقاو فيديو جديد.